المنتخب منتخب بيرو ومشاركته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، هل كنت راضي عن هذه المشاركة؟ على مستوى كرة القدم نعم، بالطبع على مستوى النتائج الأمر لم يكن بنفس الطموحات التي كنا نتطلع لها. منتخب بيرو كان يستحق نتائج أفضل، ولكن للأسف أو لسوء الحظ أو لحسن الحظ لا أعرف، ولكن في بعض الأحيان كرة القدم لا تعطيك كل ما تحتاجه. قدمنا مباريات كبيرة ولكن النتائج لم تكن المرجوة ولم تكن على مستوى تطلعات الجماهير في بيرو، ولهذا لم نستطع أن نكمل في البطولة، ولكن نحن نمتلك مشروع. عندما تولينا المهمة لتدريب منتخب بيرو كان هناك مشروع وهناك خطة وكانت هناك بعض التحديات في ذلك الوقت، هو الأهم بالنسبة لنا كان تصفيات كأس العالم، لأن المنتخب عندما استطعنا أن نتولى تدريب المنتخب البيروفي النتائج لم تكن جيدة على مستوى تصفيات كأس العالم، ولهذا كنا نعتبر بطولة كوبا أمريكا كإعداد بالنسبة لنا للتصفيات، وهي الأهم بالنسبة لنا أن نستطيع أن نخلق فريقا تنافسيا، نستطيع أن نضخ دماء جديدة ونستطيع أن نستقطب لاعبين جدد للمنتخب ونجدد الدوافع لدى اللاعبين، ولهذا أعتقد أن على مستوى كرة القدم كمدرب أعتقد أننا خرجنا ببعض النتائج الإيجابية، ولكن على مستوى النتائج التي كنا نبحث عنها الأمر لم يكن مرضي، لأننا لم نحقق الهدف الذي جئنا من أجله وهو المنافسة. هل منتخب بيرو قادر على الوصول لكأس العالم 2026؟ نعم، إذا صارت الأمور وفقا لما نخطط له أعتقد أن الأمور ستكون في متاحة أن نتأهل.